السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكل شي كيعرفني الحمد لله، أنا هو سعيد الصناجي. أنا ما نهضرش على الدعم، ما نهضر على حتى شي حاجة، لأن أنا أعوذ بالله من قولة أنا اللي دويت على الدعم أنضحك على راسي، ما عندي ما ندير به، والله ما عندي ما ندير به. أنا هربت لأن الأغنية الشعبية فينا هما الناس اللي يستافدوا من هاد الدعم هذا؟ شكون اللي غيستافد منه؟ 40 عام وحنا كنغوتوا، 40 عام وحنا كنسافروا في الطياره حتى ودنينا ولاو كيضرونا، 40 عام وانا كنفرح المغرب، ماشي كنفرح المغرب كعسكري، كندافع على كندافع في الصحراء، واني كنشط الناس في ديورها في اعراسها، كنفرح الناس. ودائما كنقول لكم ما كندويش على راسي، وعمرني ما غندوي على راسي، والله اللي عطاني شي حاجه من هاد الوزاره يخليها عنده، ما عندي ما ندير بفلوسكم. انا كندوي كيما دوات الفنانه بقى فيا الحال، علاش دويت ما عمرني كنت غندوي؟ ومني مشيت فنانه كبيره لطيفه رأفت دوات، اش بقى لي انا ما نقول؟ هذوك الموسيقيين اللي كيموتوا في المغرب، فنانه كبار دوزوا يعني العراس، دوزوا عطاو اعمال جميله، فينا هما مساكن كيموتوا؟ والله الا كيموتوا، حق الله حتى كيموتوا، حرام عليكم، حرام عليك السيد الوزير، كيموتوا. لمن تعطى الدعم دخلوا شوفوا الاسماء، دخلوا شوفوا الاسماء، شكون المسكين اللي خدا الدعم؟ شكون هاد المساكن اللي خداو الدعم؟ اللي لاباس عليه، والله يكثر خيركم. هادشي اللي نقول لكم، الله يهدي بلادنا، الله يهديكم وحشومه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله. لان انا ما درتش الفيديو باش نهضر على ما باغي والو، انا هربت نقلب على رزق واحد اخر، على حياه جديده اخرى، باش ما بغات. اما انا من نهار تعرفت لدابا بهذه القريجيطه مسكينه، هي باش تعرفت، وهي باش خدام على ولادي، وهي باش كناكل لقمه العيش، ما عمرني استفدت من شي حاجه. مهمتي المهمه 99 بقى لدابا كتغنى ودابا كتطلب، هذا حالك يا اليتيم، ما تبا ما شتوش. خساره فيك عمري وشبابي، منك يا شيطانه، عايشه للمجاديب وما بغيت والو. اللي عطاني شي حاجه يخليها عنده، واخا يخرجوها لي ويكتبوا السميه ديالي محي ويتقطعوا داك الشيك، ما عندي ما ندير به. انا باقى عندي صحتي وكنقلب على راسي، واني كنترجى والله الا كنترجى الموسيقيين الاحرار اللي في البلاد، فنانين كبار راه واقفين من العمل، راه ما عندهمش باش ياكلوا ولادهم، وكلوهم الله يرحم والديكم، راه حشومه والله تحشومه عليكم.